ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد مع بعض محاضرة الكواليتي اشورنس. احنا خدنا الكواليتي وعرفنا ايه هو الكواليتي كنترول. النهاردة هنعرف مع بعض ايه هو الكواليتي اشورنس اللي هي توكيد الجودة. هناخد في محاضرة النهاردة introduction، هناخد ال definition، هناخد ال principles of quality assurance زي ما احنا متعودين في كل محاضرة، هناخد ال 4 quality assurance steps within the BEDICA model، وهنقول الموديل ده عبارة عن ايه، هناخد ال goals of quality assurance، هناخد ال benefits of quality. High levels of quality care essential to achieve company business objectives. الهدف من ال quality assurance او من ال quality عامة، من ال high level بقى of quality، ان احنا بنحافظ على الهدف البيزنس، نقول العملي، الهدف العملي لل organization. quality a source of competitive advantages، دي بتبقى مصدر ل ان يبقى في التنافس على المميزات. يعني المستشفى الفلانيه والعلانيه واحد واثنين وثلاثه بيتنافسوا مع بعض على ان اكتر واحد فيهم هيقدم advantages، مميزات بالنسبه للناس اللي عنده اللي شغالين، وكمان بالنسبه للمرضى، علشان يبقى في مين فيهم اكتر حد كواليتي، لان في هنا customer satisfaction وفي employee satisfaction. Should remain a hallmark of company products and services. High quality is not an added value, it is an essential basic requirement. بقول لك عمر ما كانت ال high quality ان انا كل شوية اضيف عليها حاجة، لا، ده ال high quality بان انا يبقى عندي ال essential basic requirements، يعني عندي المتطلبات الاساسية المهمة. طيب ايه هو الـ definition of quality assurance؟ quality assurance وبنرمز بيه الرمز QA، ده اختصار لـ quality assurance، is a way of preventing mistakes، هو الطريق اللي انا بقلل بيه الـ mistakes او الـ defects، العيوب اللي بتبقى في الـ product، and avoiding problems when delivering product or services to customers، او اقلل او امنع خالص ان يحصل فيه مشاكل لما اجي اوصل البرودكت ده او الخدمه دي لمين. في تعريف تاني بيقول لي ان refers to program for the systemic monitoring and evaluation of the various aspects of the project services or facility to ensure that standard of quality are being met. بيقول لك هو الطريقه او هو البرنامج اللي بيبقى systematic، systematic يعني منظم step by step، اللي بيبقى بعمل evaluation لكل الاسبكتس المتعددة للبروجكت او للخدمة اللي انا هقدمها دي، او الفاسيليتي اللي هو التسهيلات، عشان اقول اكد، وكلمة هنا assurance عشان to ensure، اكد ان ال standards of quality، مستوى او معيار الجودة اللي انا حاطه are being met، اتحقق. خلينا نشوف quality assurance includes two principles. يبقى هنا هنتكلم عن ال principles of quality assurance. هنا fit for purpose، the product should be suitable for the intended purpose. ال product يعني لازم يكون من ال principles of quality assurance ان ال product اللي طالع ده لازم يحقق لي البيربوز او الهدف اللي انا حاطه لي. طيب رقم اتنين، رايت فيرست تايم، ان الخدمة تتعطي للبيشنت او للزبون بتكون ما فيهاش ميستيكس، واتوصلت له او اتوصل اليها في الرايت تايم. هنا بقى الموضوع ده فيه كلام شوية. الفور كواليتي اشورنس ستيبس، احنا عارفين كواليتي كنترول كان ليها ستيبس والكواليتي كان ليها ستيبس، هنا الكواليتي اشورنس بقى ليها فور ستيبس، وهنا رمز ليها ب موديل. الموديل ده موديل يعني نموذج. الموديل ده سماه بيديكا، بي كابيتال، دي كابيتال، سي كابيتال، اي كابيتال. اختصار لايه؟ هنقول ان البي اختصار البلان، دي اختصار لدو، سي اختصار تشيك، ايه اختصار لاكت. ايه هنعمل فيها ايه البيجي كده؟ بيقول لك ان اي برودكت عندك لازم لو طبقت البيجي كده، النموذج بتاع البيجي كده، هتقدر
تعرف اذا كان المنتج بتاعك ده with high quality assured، يعني هتتأكد من ان الكواليتي اللي في المنتج ده assured يعني متأكدين منها. يعني ايه بلان؟ بلان يعني بحط خطة، او يعني ايه بحط خطة؟ احنا في الادارة بنقول وضع الخطة هو وضع الهدف، ده اول حاجة. يبقى انا establish لل objectives and processes required to deliver the desired result، اللي انا بحط بيها الـ objectives او العمليات اللي انا هستخدمها علشان اطلع الـ desired results، النتائج اللي مرغوب فيها اللي انا عاوزها. وكلمة مرغوب فيها يعني ايه؟ يعني ما فيهاش defect. ده بلان. Do implement the process developed، يعني انفذ بقى الـ objective اللي انا حاطه، عشان كده بنقول عليها بيديكا، مفيش حرف بيسبق التاني. يبقى بي اللي هي بلان بحط فيها الاوبجكتيفز اللي انا عايزه بالديزايرد اوت كامز او ريزلتس، دو انا بنفذ البروسيسز دي اللي بيها الاوبجكتيف علشان اشتغل، التشيك ان انا بقى بعمل ايه، تشيك يعني ايه اسمها اشيك حتى بالعربي، اشيك يعني ايه اتابع. Monitor and evaluate the implemented process by testing the results against the predetermined objectives. ها هنا بقى بعمل ايه؟ بعمل evaluate للimplementation اللي هي كانت في الدو مع against the predetermined objectives اللي هي كانت فين؟ في البلان. يبقى قلنا ال P plan، do ال D do، ال C check، واخر واحدة في بيديكا الـ A اللي هي act، وكلمة act يعني بعمل apply actions necessary for improvement if the results required a change، يعني بعمل فيها بطبق بقى او بشتغل بعمل الـ actions اللي ضرورية علشان اعمل تحسين للمنتج، اذا ما كانش فيه خلاص، لكن لو فيه يبقى انا لازم اعمل التحسين. هو ده نموذج البيديكا، وده بنتسأل فيه كتير. البيديكا موديل ده يخص الكواليتي اشورنس، وكلمه بيديكا ده اختصار لاربع كلمات، والاربع كلمات دول بيبقوا سيستماتيك، ما فيش ستيب تيجي قبل الثانيه. اسمه بيديكا لان بي، ها ايوه سامعه، بي بلان، دي دو، سي تشيك، اي اكت. طيب هنعرف بقى ايه هو الجولز اوف كواليتي اشورنس. من خلال الكلام اللي احنا قلناه ده كله هنقدر احنا لوحدنا هنعرف نطلع ايه هي الجولز بتاعت الكواليتي اشورنس. طب نشوف ايه اللي مكتوب عندنا. بيقولك to ensure that excellence is inherent in every component of the process، بيقولك بتأكد ان كل process او كل component في البروسيس ده within excellence، ان هو ماشي بالصورة اللائقة الممتازة علشان اقدر يبقى فيه عندي منتج ذات توكيد جودة عالية. رقم 2 to help determine whether the steps used to provide the product or services are appropriate for the time and condition. هنا بتأكد، بيساعدني في ان انا اتأكد ما اذا كان الـ steps دي اللي في الـ process used to provide the product محتاجينها علشان ازود البرودكت، او السيرفيسز دي الخدمات appropriate خلاص مناسبة بالنسبة للتايم والظروف اللي احنا فيها، السيرفيسز متعاطية بسوقة وطالعة بكواليتي اشورت. طيب هنا هنتكلم على benefits of quality assurance، يعني ايه هي فوائد بقى الكواليتي اشورنس. بقولك to provide an appropriate mechanism for the nursing staff to fulfill its mission، وناخد بالنا من الموضوع ده لان ممكن يجي صح وغلط، ممكن يجي اختياري. ان احنا قلنا في الكواليتي كنترول هنا بتدور على الفيجن او بتحقق لي الفيجن اللي احنا قلنا عليها الرؤيه، لكن الكواليتي اشورنس هنا بتحقق لي المشن. ايه الفرق ما بين المشن والفيجن؟ الفيجن اللي هي الرؤيه دي بتبقى متطلعه للمستقبل البعيد، رؤيتي للمستقبل ايه، لكن المشن هي الرسالة، الرسالة بتاعتي ان انا احقق في هدف محطوط قدامي يمكن تحقيقه. انا ببقى بحط هدف كبير وبعد كده بقسمه لي objectives كده صغيرة علشان اقدر احققها. يبقى رسالتي ان انا مثلا، طيب رؤيتي ان انا ابقى دكتورة في الجامعة، لكن رسالتي هو اني اذاكر كويس علشان اطلع كل سنة بامتياز وبتقدير كويس علشان اقدر اتاخد كمعيد. يبقى هنا في فرق ما بين الفيجن والميجن،
وناخد بالنا كمان مرة ان الكواليتي كنترول بتحقق لي الفيجن، الكواليتي اشورنس بتحقق لي الميشن. رقم 2 to provide nursing staff members with information as to where they are going. بتعرف للنيرسينج ستاف ممبرز اللي موجودين دول الانفورميشن، بتعرفهم ايه هي المعلومات اللي بيها هم شغالين، يعني احنا وصلنا لغايه فين، هل احنا حققنا الكواليتي اوف كير ولا لسه شويه علينا. طيب هو البرفورمانس بتاع شغلنا حلو بيقول ان احنا عندنا كواليتي اشورد ولا لا؟ يبقى هنا الكواليتي اشورنس بتعرف لي النيرسينج ستاف ممبرز هم فين من الكواليتي اشورنس. طيب 3 to identify whether nursing stands and what must be done to improve nursing care for consumers. بتعرف لي زي ما احنا قلنا بتمدهم بالمعلومات اللي هم واصلين لغاية فين. كمان رقم 3 بتعرفهم هم where nursing stands and what must be done to improve nursing care for consumers. ده سهلة شرحة نفسها. وهنا رقم 4 بيقول to upgrade the standard of nursing care and skills of nursing personnel. هنا بيها بقدر أقيم الفريق التمريض اللي شغال عندي ده أو اللي شغال معايا النيرسينج كير والسكيلز اللي بيديها بشكلها ازاي، هل الستاندرد بتاعها وصل لغاية فين عشان أقدر أقول إن الناس اللي شغالين عندي دول ذات جودة. 5 to point towards greater guarantee that the nursing objectives of patient care will be met. هنا بيديني ضمانات أكتر، greater guarantee يعني ضمان أكبر إن ال nursing objectives اللي إحنا حاطينها لل patient care will be met، هتتحقق. To identify weak area علشان أقدر أعرف أو أتعرف على مناطق الضعف in the structure أو في البروسيس and outcomes of nursing that must be changed or strengthened. إن أنا أغيرها أو إن أنا أقويها. يبقى المفروض إن أنا لما يبقى عندي نقاط ضعف في الفريق التمريض اللي موجود عندي، مش بس الفريق التمريض اللي موجود عندي، إحنا سواء في الاستراكشر أو البروسيس أو الأوتكمز، وده اللي قلنا عليه السيستم أبروتش اللي حطه جينيس اتكلمنا عليه في المحاضرة اللي فاتت، هو ده انا بدور على الويكنس بوينت او الويك اريا اللي موجوده في البروسيس او الاوتكم او في الاستراكشرز، فيا اما بعمل لها تشينج يا اما بعمل لها استرنسد. ورقم 7 بيقول تو بروموت كوست كونتينمنت، يعني عشان احسن من الاستهلاك الجيد للتكلفه، يعني ما يبقاش عندي فاقد زياده في التكلفه سواء على المريض او على الاورجانيزيشن. رقم 8 تو بروفايد فاليوبل دوكيومنتيشن ان كيس اوف اني لايتيجيشن. valuable documentation يعني ميثاق ذات قيمة في حالة ما يبقى فيه litigation، يعني مسائلات أو بتدور لي الجودة على إن هو عايز يشوف إيه هي، يعني إيه الستاندرد اللي أنت شغالة بيه علشان كده بتقول إن عندك جودة، يبقى أنا عندي فيه ميثاق في valuable documentation، عندي ورق زي مثلا patient file. المريض لما بيخش عندي بيبقى من ساعة ما يدخل لغاية لما يخرج وهو موجود للفايل بتاعه في كل الكير اللي تعطت له من ساعة ما دخل لغاية لما خرج، ان هو خد الكير المظبوط اللي مكتوب له اللي كتبه له الدكتور او المعترف به من وزارة الصحة العالمية، وهو خرج بخير وسلام علشان لو في اي مسائلات ولا حاجة ادي البيشنت والفايل بتاعه زي ما هو موجود. To provide interdisciplinary opportunities to achieve the broad health care goal of quality assurance. علشان يديني فرص للانتر ديسيبلينري يعني المتداخله او اللي هم انتجريتد متكاملين تو اتشيف ذا برود هيلث كير جول، علشان احقق الهدف الكبير الخارجي او اللي هو الواسع بتاع الهيلث كير ده وهو الكواليتي اشورنس. وبكده نكون خلصنا محاضره الكواليتي اشورنس، واشوفكم على خير واتمنى ليكم ربنا يحفظكم جميعا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.